أهلا بكم متابعي سوداني 24 وإلى موجز الأخبار. أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر فرض قيود على تواصل العسكريين وموظفي الدولة وزعماء العشائر مع البعثات الأجنبية. وقال في تصريح صحفي إن وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بمهام رئيس الوزراء وجه بعدم التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية أو المندوبين المعتمدين لهذا العام، وأشار إلى أن التوجيه يشمل تواصل عناصر القوات النظامية، الموظفين والمسؤولين السابقين بالمؤسسات الحكومية وزعماء وقادة الإدارة الأهلية مع السفارات الأجنبية لضمان إكمال الإجراءات النظامية. قتل 7 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب 14 آخرون جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيا الدعم السريع على معسكر أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور. وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان استمرار القصف المدفعي من قبل الدعم السريع على معسكرات النازحين ومواقع المدنيين التي لا توجد بها مقرات عسكرية، مما يتسبب في تزايد معاناة النازحين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية جراء الحصار المضروب على المدينة. أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أكد أن جرائم الميليشيا الإرهابية التي طالت أغلب الشعب السوداني دفعت المواطن والمقاومة الشعبية للاصطفاف مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة. وقال إن ما قام به آل دغلو من اغتصاب وإذلال للمرأة السودانية وبيعها في الأسواق جرائم لا تسقط بالتقادم، مضيفاً لن ينسى الشعب السوداني ولن يتسامح مع الذين نهبوا ممتلكاته واحتلوا بيوته وأجبروه على مغادرة الديار. قال محامو الطوارئ إن غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص على الأقل بمدينة الحصحيصة بولاية الجزيرة وسط السودان. وأشاروا في بيان إلى أن ما وصفوها بالمجازر التي يرتكبها الطيران الحربي تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن إصرار القادة المسؤولين عن هذه الجرائم يعد فضيحة للمجتمعين الدولي والإقليمي، كما أنه يظهر عدم اكتراث القوات المسلحة بحماية المدنيين العزل. اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عودة حزب المؤتمر الوطني المحلول مؤشراً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية وإطالة أمد الحرب. وقال المتحدث باسم التنسيقية بكري جاك بحسب دارفور 24 إن ظهور إبراهيم محمود حامد رئيس الحزب بمدينة بورت سودان يؤكد على أن كوادر المؤتمر الوطني وميليشياته بدأت ترتب للعودة لحكم البلاد بعد إشعالها الحرب. نهاية موجز الأخبار، تحياتي وفريق العمل.